أهلا بكم مجددا. في نهاية الفيديو السابق تركتكم مع سؤال قصير، ونحن في حالة وجود جسم كتلته 1 كيلوغرام. هذا الجسم كتلته 1 كيلوغرام، والذي رسمته قريبا في هذا الفيديو 1 كيلوغرام، ونحن على سطح الأرض. أنا أذكر ذلك بسبب أن الجاذبية تختلف من كوكب إلى آخر، لكن كما ذكرت سوف أحمله، دعني أقول بأنني أحمله بمقدار 10 متر. بمقدار هذه المسافة هذا الارتفاع يساوي 10 أمتار، ونحن سوف نفترض أن تسارع الجاذبية الأرضية يساوي، ونحن نرمز له بالرمز جي، لنفرض أنه 10 متر لكل ثانية تربيع، وذلك بهدف التبسيط، حيث أن الذي تعلمناه في الفيديو السابق أن طاقة الوضع في هذه الحالة، طاقة الوضع تساوي MGH، والتي تساوي 1 كيلوغرام ضرب تسارع الجاذبية الأرضية، وهو 10 متر لكل ثانية تربيع. وسوف لن أكتب الوحدات هنا بهدف التبسيط، على الرغم من أنه يجب كتابة ذلك في الامتحان. والارتفاع هو 10 أمتار ضرب 10 أمتار، إذن هذا سيساوي 100 جول. تلك هي طاقة الوضع عندما أحمل الجسم. وأنا أسألك، ما الذي يحدث عند تركه؟ جيد، من الواضح بأن الكتلة سوف تبدأ بالسقوط، وأنها لن تسقط فقط باتجاه الأرض، ولكنها سوف تتسارع وسوف تصطدم بسطح الأرض. ذلك اللون البني لسطح الأرض، هذا هو اللون سطح الأرض. إذن قبل أن يضرب الجسم سطح الأرض، في الواقع عندما يصطدم بسطح الأرض، ماذا سوف تكون طاقة الوضع للجسم؟ جيد، إنه لا يوجد ارتفاع، وطاقة الوضع تساوي الكتلة ضرب التسارع، الكتلة ضرب تسارع الجاذبية الأرضية، والارتفاع يساوي 0. إذن هذه طاقة الوضع هنا سوف تكون 0. وقد أخبرتك في الفيديو السابق عن قانون حفظ الطاقة، الذي ينص بأن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، ولكن يمكن تحويلها من شكل إلى آخر. ولكني فقط أظهر لك أن هذا الجسم يمتلك طاقة مقدارها 100 جول في هذه الحالة. طاقة وضع الجاذبية بالأسفل هنا، لا يوجد طاقة وضع، أو على الأقل لا يوجد طاقة وضع للجاذبية. هذا هو المفتاح، طاقة وضع الجاذبية حولت لشيء ما، وذلك الشيء حول إلى طاقة حركية. وفي هذه الحالة بسبب عدم وجود طاقة وضع، كل طاقة الوضع السابقة، كل هذه 100 جول التي تظهر فوق، كل هذه 100 جول إنها الآن تحول إلى طاقة. ويمكننا استعمال تلك المعلومات لإيجاد السرعة قبل أن تصطدم بالأرض. كيف نفعل ذلك؟ جيد، ما هي صيغة الطاقة الحركية؟ لقد حصلنا عليها في الفيديوهين السابقين، أمل أن يكون هذا مفيد، إنه شيء جيد. كيف حصلنا عليها؟ ارجع للفيديوهات إذا نسيت ذلك. إذن أولا نعلم أن كل طاقة الوضع سوف تحول إلى طاقة حركية. إذن 100 جول من طاقة الوضع، حيث أننا ما زلنا نملك 100 جول، لكن كلها سوف تحول إلى طاقة حركية. والطاقة الحركية هي نصف ام في تربيع، إذن نحن نعلم أن الطاقة الحركية نصف ام في تربيع، وهذا سيساوي 100 جول. وما هي الكتلة؟ الكتلة تساوي 1، والآن نجد قيمة في تربيع تساوي 200، تساوي 200، وبعدها سوف نحصل على الجذر التربيعي ل200، والذي هو شيء ما أعلى من 14. إذن الجذر التربيعي ل200 يساوي تقريبا 14.1. إذن السرعة ستكون
14.1 متر لكل ثانية للأسفل، بالضبط قبل أن يصطدم الجسم الأرض، بالضبط قبل أن يلامس الجسم الأرض. لقد تعلمنا شيئا قليلا عن الطاقة، يمكنني حل ذلك، وآمل أنه يمكنك حله باستخدام صيغة الطاقة الحركية. إذا ما هي النقطة الكلية المدخلة في مفهوم الطاقة؟ وسوف أعرض الآن لك. دعني أقول أن نفس الواحد كيلوغرام الموجود هنا على بعد 10 أمتار، ولكن سوف أغير الأشياء قليلا. دعني أرى إذا كان بإمكاني مسح كل هذا. حسنا، ليس هذا ما أريد فعله. حسنا، هنالك نذهب. أنا أحاول ما بوسعي لمسح هذا، كل هذا الصف. حسنا، إذا لدي نفس الجسم، ما زال على ارتفاع 10 أمتار في الهواء، وسوف أكتب ذلك، وما زلت أحمله وأريد أن أسقطه، لكن شيء ممتع سوف يحدث الآن. بدلا من أن يسقط في خط مستقيم، سوف يسقط على شكل منحنى من الجليد، كتل من الجليد هكذا، وهذا هو سطح الأرض هنا في الأسفل. هذا هو سطح الأرض. إذا ماذا يحدث في هذا الوقت؟ أنا ما زلت على ارتفاع 10 أمتار، وأود تبديل الألوان، لأن ليس من الضروري أن يكون نفس اللون. إذا هذا 10 أمتار، بدلا من أن يسقط الجسم سوف ينزلق على ذلك المنحنى، إنه سوف يسقط على هذا التل، وعند هذه النقطة سوف يكون في سرعة في الاتجاه الأفقي. والآن نحن لا نعرف السرعة باستعمال صيغة الطاقة الحركية. هذه سوف تكون صيغة صعبة، هذه سوف تكون صعبة، أعني أنه يمكنك أن تحاول، وفي الواقع سوف تستخدم التفاضل والتكامل، لأن الزوايا والميل تستمر في التغير، حتى أننا لا نعرف صيغة زاوية الميل، يجب عليك أن تقسمها إلى متجهات، وهذه سوف تكون تقريبا مسألة مستحيلة، لكن باستعمال الطاقة يمكننا إيجاد ما هي سرعة الجسم عند هذه النقطة. وسوف نستعمل نفس الفكرة. هنا يوجد لدينا طاقة وضع تساوي 100 جول، وقد أوجدنا ذلك. وبالأسفل هنا ما هو الارتفاع فوق؟ الارتفاع هو 0. إذن كل طاقة الوضع تختفي بالضبط مثل الوضع السابق. كل طاقة الوضع الآن تحولت إلى طاقة حركية. وماذا ستكون الطاقة الحركية؟ سوف تساوي طاقة الوضع الابتدائية. إذن هنا الطاقة الحركية سوف تساوي 100 جول. 100 جول، إنها تساوي بالضبط نصف في ام في تربيع، وانا حللت قيمة في عندما تكون كتلة الجسم 1 كيلوغرام. إذن السرعة في الاتجاه الأفقي سوف تكون إذا حللتها سوف تكون 14.1، إذن في اتجاه الأفقي، وأريد أن يكون هذا المنحنى عديم الاحتكاك ولا يوجد ضياع للطاقة حرارة أو أي شيء. أنت سوف تقول حسنا، هذا نوع ما ممتع، وأنت حصلت على نفس السرعة مثلما عندما تحركت في خط مستقيم، إنه ممتع، ولكنك تعلم أن هذا فعليا رائع. ليس فقط يمكنني إيجاد السرعة عندما تختفي طاقة الوضع، ولكن يمكنني شرح السرعة عند أي نقطة، وهذا رائع على طول هذا الجانب. إذا دعنا نقول عندما الصندوق ينزلق هنا، دعني أقول أن الصندوق عند هذه النقطة، وإذا غيرت اللون عندما يسقط، إذا هذا الصندوق 1 كيلوغرام، صحيح إنه يسقط وينزلق هنا، دعني أقول ذلك. هذه النقطة ارتفاعها عن سطح الأرض هو 5 أمتار. إذا ما طاقة الوضع هنا؟ دعني أكتب هذا. كل طاقة
كل الطاقة محفوظة، إذا طاقة الوضع الابتدائية ستكون زائد طاقة الحركية الابتدائية تساوي طاقة الوضع النهائية زائد طاقة الطاقة الحركية النهائية. إذا بالضبط قلت أن الطاقة محفوظة هنا. ما مقدار الطاقة الابتدائية الكلية؟ طاقة الوضع تساوي 100 والطاقة الحركية تساوي 0. إنها ساكنة، لم تسقط، لم أتركها أبدا، إنها ساكنة. إذا الطاقة الكلية سوف تكون 100 جول، لأن هذه 0 وهذه 100. إذا الطاقة الابتدائية 100 جول، وعند هذه النقطة، عند النقطة لليمين، ما هي طاقة الوضع؟ جيد، الارتفاع 5 متر للأعلى، إذا الكتلة ضرب تسارع الجاذبية. الكتلة تساوي 1 ضرب تسارع الجاذبية، 10 أمتار لكل مربع ثانية، ضرب الارتفاع ضرب 5، إذا هذه ستساوي 50 جول. إذا طاقة الوضع هذه، يوجد لدينا بعض الطاقة الحركية بسرعة تتجه تقريبا في ذلك الاتجاه، إذا زائد الطاقة الحركية في تلك النقطة، ونحن نعلم أن الطاقة لا تفنى، إنها محفوظة. إذا الطاقة الكلية سوف تساوي 100 جول، هذا أساسا ما حدث، وسوف نحلل هذه، إنها سهلة جدا. إذا الطاقة الحركية الآن تساوي 50 جول، إذا في نصف الطريق نصف طاقة الوضع حولت إلى طاقة حركية، ويمكننا استعمال هذه المعلومات من الطاقة الحركية والتي هي 50 جول لإيجاد السرعة. إذا نصف أم في تربيع تساوي 50، والكتلة تساوي 1، وبضرب كلا الطرفين ب2 سوف نحصل على مربع السرعة ويساوي 100، والسرعة ستساوي 10 متر لكل ثانية على طول هذا الجليد. وهذا هو التحدي، هذا هو الحل باستخدام صيغة الحركة التقليدية، خاصة باعتبار أننا لا نعرف الكثير عن هذا السطح على هذا الجانب. حتى لو فعلنا ذلك فإنه سيكون أصعب مليون مرة مقارنة باستعمال قانون حفظ الطاقة. نصف طاقة الوضع هي طاقة حركية، وسوف تكون على هذا الجانب باتجاه هذا الخط، وسوف أراكم في الفيديو التالي. إلى اللقاء.